ازاي والسيرفيس اساسيا. الفكره الاساسيه في الباور الكترونكس انه انا في عندي باور سورس وهذا الباور سورس شو بده يكون؟ لازم يكون الكتريكال كومبوننت. بعدين عندي فولتج سورس مثلا ثري فيز فولتج سورس، اخذتوا ثري فيز السيركتس فثري فيز فولتج سورس رح يكون عندي كم درجة بكون بين كل واحد والثاني؟ 120 درجة. والار ليدنج اس لاجنج ار 120 درجة، تي لاجنج اس 120 درجة. إذا تي شو صارت بالنسبة لار؟ ليدنج. تمام؟ لو رسمت الفيزر دايجرام هون مثلا، فرضا هذا عندي ار من هون، رح يكون اس لاجنج 120 درجة، وتي لاجنج 120 درجة، عندي هون 120 درجة. إذا هدول عمالهم بلفوا كاونتر كلوك وايز وأنا عمالي براقب من هون بطلع من هون، إذا مين رح أشوف بالأول؟ رح أشوف الـ R بعدين الـ S بعدين الـ T وبينهم الثلاثة 120 درجة 120 درجة. هذا 3 فيز سيستم والفي بعبر عنها في الـ R S. هذا الباور سورس أنا بدي أوديه على لود، واللود هذا ممكن يكون موتور ممكن يكون أي شيء، يعني الشرط دائما يكون محرك. اللود اللي انا بدي اودي عليه هذا الباور سورس ممكن يكون محرك ممكن يكون اي شيء ثاني. طيب ليش ما اودي الباور سورس مباشره على المحرك؟ بقدر اعمل هيك؟ ممكن بس محدود، رح يصير تحكمي محدود. ليش انا بدي احط اتحكم في هاي الباور اللي رايحه على هذا المحرك؟ ايش هذا عشان المحرك عشان؟ حسب حاجه المحرك. تمام، يعني ممكن ايش اغير بهذا المحرك؟ اغير التور تورك. تمام، وايش كمان؟ سرعة والسبيد. إذا مثلا إذا كان محرك أنا ممكن هدفي تو فيري، ايش يعني فيري؟ أغير عندي يعني أنا بدي أغير السبيد أو التورك أو التيم. فإحنا هدفنا في المادة لما بنحكي بالمادة هاي باور إلكترونكس أند درايفز هدفي إني استعمل الباور الكترونكس عشان اتحكم في المحرك واغير السرعه او التورك تبعتهم او التنين معهم. اذا الباور الكترونكس سيركت راح تكون هون. وانا راح اتحكم بهاي الباور الكترونكس سيركت من هون. بحيث انها تغير طبيعه الباور اللي موجوده هون وتخليها مثلا فيربل باور، يعني هاي مثلا هون كونستنت. هون صارت اذا هذا هدف من كل الباور الكترونكس. الباور الكترونكس هي الدائره الالكترونيه اللي بدها تكون موجوده ما بين الباور سورس واللود اللي هو محرك عندي بالحاله هاي، بحيث انها تغير هذا اغير السبيد او اغير التورك او اغير ماشي. واضح هذا هدفنا من الباور الكترونكس. وبداخل هاي شو راح يكون؟ ايش الكومبوننتس راح تكون عندي في داخل هاي؟ لاحظوا انا بدي الكومبوننتس وبدي كنترول يدخل عليها كمان. ايش الكومبوننتس اللي راح تكون في الباور الكترونيك سيركتس؟ مثلا اس سي ار او ممكن يكون عندي دايت او ممكن يكون عندي بي جي تي باي بولر جنكشن ترانزستور وهكذا. هون الكومبوننت وراح يجيني كمان كنترول سيجنال كنترول انبوت وممكن حتى يكون عندي فيدباك كمان جاي من هون زي ماده الكنترول. اه يكون عندي فيدباك جاي من هون على اساسه بقرر كيف اتحكم بهاي بحيث اني احسن او احقق الهدف المنشود اللي انا بدي اعمله. انواع الباور الكترونيك سيركتس في عندي حوالي ست انواع مختلفه.
إذا بدي أصنفها كتصنيف عام ممكن أصنفهم كست أنواع مختلفة من الباور إلكترونيكس. هاي موجودة المادة مكتوبة وكل ناس على الموقع بس أقدر أنزلها على الموقع. رح نأخذ الفكرة العامة تبعي أنواع السيركتس المختلفة. أول أنواع هذه السيركتس عندي هون دايود ريكتيفايرز. لما نقول توريكتيفاي كلمة توريكتيفاي معناها زيت توريكتيفاي صحيح تصحيح تصحيح ريكتيفاي اني ما يعني في اللغة لغة ريكتيفاي اني اصح في عندي خطأ معين بدي اعمله تصحيح. في الحالة هاي الريكتيفاير اللي هي بتخلي الباور بس في اتجاه واحد. فعندي مثال مثلا على دايود ريكتيفاير بسيطة. لو انا عندي هون اي سي مستعمل دايود ريكتيفاير على جود مثلا نفرض اللود زي الامبيدنس اللي كنا نحكي عنها اليوم. وعندي هون السورس. هاي لاحظوا الباور سورس وينه؟ هيو اللود هيو. والباور الكترونيك سيركت بسيطه جدا بالحاله هاي بس هي عباره عن الدايود هذا اللي موجود هون والكنترول. طبعا بس في الحاله هاي ما في حاجه للكنترول لانه هو دايود راح يتحكم نفسه. لو انه اس سي ار او ترانزستور بدي اتحكم فيها طبعا اجيب عليه المسألة. اذا هون لو عندي بالحاله هاي خليني هذه اخليها ريزيستيف. في الحالة هاي ايش الفيز انجل تبعت الريزيستر؟ زيرو. اذا الكرنت والفولتج ايش بقدروا عليهم؟ ايش حتكونوا؟ فيز. اذا في الحالة هاي عندي هون حتكون هاي الفولتج الاصلي اللي جاي من السطلان راح ينتج معي هون هذا اللي هو الفولتج تبع في ار. هذا الاس اذا هذا شو نسميه ريكتيفاير هاف ويف ريكتيفاير. شو بتلاحظوا على الاوتبوت اللي طلع معي؟ ايش بنقدر نقول عن الاوتبوت اللي طلع معي؟ اللي هو الاحمر الويف فورم الحمراء او الفولتج الاحمر بوزيتيف بوزيتيف تمام. اذا تحول هو لنوع من الدي سي مش هيك؟ في ريس يعني في تغيرات طبعا هو بس الافرج تبعه لو نرجع نحكي عن الافرج تبعه اللي هو الازرق يكون عندي مثلا انه الافرج تبعه اي بي افرج اوكي تمام. فانا حولت الاي سي لدي سي وهذه هي فكره الريكتيفيكيشن. الدي سي هذا في له افريج فاليو. الافريج فاليو هو الافريج تبع هذول القطع الحمراء اللي موجوده هون. اذا هذا هاف ويف ريكتيفاير. ممكن كمان اعمل فول ويف ريكتيفاير. فول ويف ريكتيفاير استفيد من هذا السايكل واستفيد من هذا السايكل. حتى اعمل هيك ايش لازم استعمل؟ سكوير. شو بنسمي الدائره؟ ايش الدائره اللي بستعملها حتى اعمل فول ويف ريكتيفاير؟ سكوير. لا بريدج ريكتيفاير احسن. ايش اسمها؟ على البريدج ريكتيفاير هي شكلها زي نسميها زي هيك لما شكلها زي الجسر. لاحظوا انا احتاج استخدم اربعه مش انه واحد صارت اثنين بدي استخدم اربعه. وين الدي سي راح يطلع عندي؟ وين تتوقع الدي سي راح يطلع؟ وين المكان اللي دائما لازم يكون بوزيتيف؟ جراند هون ولا هذا؟ تحت لا هذا تحت هذا زراوس ولا هذا؟ بين هذول الاثنين يعني هيك بين هذا بالنص. ولا هذا؟ وين الدي سي راح يطلع معي؟ لاحظوا هذا هون مخرج دايب مضبوط وهذا مخرج دايب. فهي النقطة دائما راح تكون ايش؟ هذا مدخل دايب وهذا مدخل دايب. اذا هاي النقطة ايش لازم تكون دائما؟ تكون نيجاتيف. والاي سي وين راح يجي عندي؟ راح يجي شوفوا ليش؟ الاي سي مرات راح يكون في تيرمينال بوزيتيف بالنسبة للثاني، مع
مرات رح يكون التيرمينال هذا نيجاتيف. خلينا ناخذ الفتره اللي بيكون السايكل اللي بيكون فيها بوزيتيف الفولتج ديسي مشان بوزيتيف يعني هذا بوزيتيف بالنسبه لهذا. اذا هذا بوزيتيف بالنسبه لهذا وين هذا رح يدخل البوزيتيف؟ هون رح يمر في اللود بده يرجع. وين لازم يرجع؟ اذا دخل من هون وين لازم يطلع؟ اذا في الهاف سايكل هاي الهاف سايكل الاولى رح يمشي الكرنت عندي بهذا الشكل. طيب الثاني السايكل الثاني لما يكون نيجاتيف يعني يكون هذا نيجاتيف بالنسبه لهذا اذا هذا بوزيتيف مش هيك؟ لما يكون هذا بوزيتيف وين راح يدخل؟ وين راح يطلع؟ في له مسارين مضبوط؟ طبعا احنا ما قسمناش اللود هون لاحظ مرة ثانية المسار لما يكون هذا بوزيتيف بالنسبة لهذا وين راح يدخل الكرنت؟ يمشي من هون ايه راح يروح اللون راح يرجع من هون. لما يكون هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف بالنسبة له اللي هي الفترة هاي راح يدخل الكرنت من هون راح يمر في الدايود الثاني راح يمر في اللود وراح يرجع. ماشي واضحة هاي؟ رسمها مرة ثانية احكيها مرة ثانية رسمها مرة ثانية. ليش عملت هيك؟ مش مش خطط بالعرض حتى نكون متاكدين احسن المكان فيه تقاطع فعلي بنحط عليه ناخذ اللونين هلا ناخذ الاحمر والازرق. فلو نفترض فتره الاحمر هي السايكل الحمراء هاي والزرقاء فتره الحمراء هلا رح نفترض انه هذا فترة الأحمر راح يدخل معي الكرنت هون راح يمر في اللود من هون في النيجاتيف مين بيصير بوزيتيف بالنسبة للثاني؟ هذا بيصير بوزيتيف شكل الويف فورم. شو اختلف الويف فورم هذا تبع الاوتبوت عن الويف فورم تبع هذا عن الاوتبوت؟ نيجاتيف
نيجاتيف نفسه صار فصار عندي هون فول ويف ريكتيفاير وهاف ويف ريكتيفاير مثلا هاي بنسميها طبعا احنا فاهمين ضمنيا لانها دايود هي كنترول ولا ان كنترول هاي هون كمان هذه لكن احولتني هلا هذا الدي سي مرات بنسميه pulsating دي سي بلس يعني ايش نبض بنبض عماله كان فكانه هذا مش دي سي حلو زي ما بيجيبهم من البطاريه شايفين الدي سي هذا كيف شكله هلا في بعض لوت ما بتفرق معه يعني انت بدك تسخن غرفه او بدك تمرر ضوء في هذا ما بيأثر معك كثير انه في pulsation بس ممكن لو هذا داخل على محرك احس بالفايبريشن اللي بيجي فيه حسب الابلكيشن هذا دي سي كيف بدي اعبر عنه بالماكس تبعه بالدي ماكس ايش دائما بستخدمه لا انت بالدي سي عاده شو بستخدم له؟ الافرج والاي سي شو بستخدم له؟ رغم انه الاثنين لهم في ماكس هذا له في ماكس وذاك له في ماكس لكن عاده اذا بدي اعبر عن فولتج الفولتج بحط اعبر عنه بال عفوا بدي اعبر عن اي سي بعبر عن عاده بفي ار ام اس ما بستعمل الماكس إذا بدي أعبر عن الأفرج تبع الدي سي بستعمل الأفرج فاليو تبع الوولف